الرحيم. اليوم ان شاء الله غادي نصايب واحد البلافو بوربو. انتما كتشوفوا فيه كيف داير سي توفيق، راه غادي يحاول يشرح لينا شنو غادي يدير وغادي يتهلا فيه. ياك سي توفيق شنو غادي دير؟ البلافو نحيدو، نحيدو ليه البياس، ايه نبطو، نقيو ماد، تنقى من التراب ديالو. هذاك الشيء التراب ديالو تعاود على بركه الله. بقاو معنا من بعد، نتبعوا معنا ان شاء الله. صافي يا توفيق، نزلتي هذا؟ دابا كيفاش اشنو غادي دير ليه؟ غتخرجوا من الباب؟ اه نخرجوا، اذا البلافو هذا غادي نخرجوه من الباب، مع الباب، لان ما يمكنش تحيد البابريز وتخرجوا. كنخرجوه من الباب ان شاء الله، وتبقاو متابعين معنا حتى نكملوا ان شاء الله، وغادي يبان لكم النتيجه. خير. غادي تنقيه دابا؟ نقيتيه؟ نعم؟ نقيو ونضربو الحك باش تكون ولا يكرم. شكون دير دابا؟ كتمونطي؟ كتمونطي و البياس. Grenes.
ارفع الصوت ديالك ما كنسمعك مزيان. ما يمكنش شويه هاي. كيف سبقنا وقلنا لكم هذا هو البلافو ديال الفولفو، سيارة فولفو بيج. انتم كتشوفوا الصالون ديالها كيف داير، هي سيارة بيج. هذا هو المشكل اللي كان عندها هو البلافو، الحمد لله هو رجع كما هو. كيف كتشوفوا معنا هو السيتوفيغ سيركي كيكمل ليه في البياس، سيركي مونطي في الجنة فيها. انا نرجع عندك توفيق واحد شوية ورجع عندك. فين وصلت يا سي توفيق؟ كنمسحو في البلافو دابا، نقيو شوية بصلاح السيت ودابا صافي. كملتي؟ لا كملتو دابا مزيان. يعني مولا يدي البلافو ديالو هو مرتاح؟ مرتاح. وين بلاتي نشوفو الخدمة ديالك كيفاش دايرة؟ وهداك الشي رجع كما هو. مزيان مزيان. هو الداخل ديالو كلشي كيفاش كتشوفو، داكشي ما نهضروش عليه. الناس اللي كيشوفوا هذا الفيديو وعجبهم الفيديو يدعمونا بالابونيو معنا ويدعمونا باللايك ويشجعونا باش نزيدو نخدمو احسن ونكونوا يعني نحسنوا من العمل ديالنا. كلمة أخيرة السي توفيق، دور عندنا، عطينا كلمة أخيرة.